عبد الحق جيغال، المهنة ديالي نجار، وهذه موهبة من عند الله. هادشي هادشي ديال الجامع غير موهبة. الناس المسؤولين عيطوا قالوا لي اكثر بغينا نديروا شي جامع هنايا، جاتهم الفكرة ديال الجامع. أنايا استمريت في الجامع، بديت أنا بالبلان ديالي بكل شيء ديالي أنا هو. من ناحية القصب، القصب كاين القصب الرقيق وكاين القصب الغليظ. القصب الرقيق هو في واحد المكان مناسب، والقصب الغليظ عاوتاني. حتى صوبنا المره اللي هو الديبار، صوبنا كادرومو ديال الخشب وغلفناه بميكا من الداخل باش ما كاين لا الشتا لا والو. راه طاحت الشتا المره الاولى كاع، شحال الشتا طاحت ما كاين لا الشتا لا والو، وعاد زيناه من الداخل، وعاوتاني خرجت على برا زينته. من تما جات الفكره ديال السمعه، صوبنا السمعه. والناس راهم كانوا كيجيو هنا كيكونوا كيودوا الظهر ولا كيودوا العصر ما كيلقاوش فين يصليو. دابا الحمد لله، دابا كتلقى في العشيه عامر وفي الظهر عامر، فهمتي؟ وداك الشيء الحمد لله، ما حنا انا خدمت فيه ارتاحيت، وفاش كملت مرتاح، فهمتي؟ اجر مع الله، هذا هو المشكل. بالنسبه خويا لعزيز الاخر، القصب اعتمدت على القصب اللي هنايا. اي المحلي اخويا غزال، المحلي. كاين القصب ديال الغليظ اللي درناه زواقات في السواري، ما بين السواري والسواري، والقصب الرقيق هو اللي درناه لداخل، فرشناه بحال الشكل ديال الحصاير. زوقنا به بحال السنطات بحال الطابيات جاي من جهه. وهما القصب الغليظ درنا في غير زينه، شكل زينه، ها انت تشوف زينه. والفكره ديال القرمود، انا اللي درت هذه الفكره ديال القرمود. المهم كما قال لك هذاك، درنا ما تيسر، وكان تبارك الله كان المفعول. بيت الله هذا، غير انت نوال الخير وكتلقى الخير وكتستمر الامور مزيانه الحمد لله. فوقاش جاتكم الفكره وفوقاش بديتي انت يا اخويا؟ جاتنا الفكره هذه شي تقريبا شي 4 شهور. ايوا هذه تقريبا شي 3 شهور باش بديت. عندك فيه خدمت فيه شهرين. شهرين كنخدم فيه. وصوبته الحمد لله، هو مزيان دابا الحمد لله، مزيان ما كطيح لا الشتا لا والو، كل شيء مزيان. وفيه الطابيات، فيه الكهرباء، فيه الضوء، فيه كل شيء. المحسنين تبارك الله تاهما راه جاو ساهموا، والحمد لله وحده المرحاض هو جا تبارك الله، جا في محله وجا مناسب. واللي شفنا عاوتاني هو انك داير بلاصه مخصصه للرجال وبلاصه مخصصه. يا خويا كاين هذا الباب الاولى بلاصه للرجال، والباب اللي من ليه من الكوطي من ليه ديال النساء. ايوا باش الانسان باش حتى لا بغا يصلي، ماشي نديرو حنا غير جامع في خطره وحده العيات بغاو يصلي فين غادي يصلي؟ ضروري خصك دير لهم المكان ديالهم. قبضت درت لهم صاله ليه من ليه، وصاله من هنا، صاله ديال الرجال كبيره، وصاله ديال العيالات الصغيره من ليه. كل حاجه، كل وحده، كل صاله في الباب ديالها. بالنسبه للمساحه ما كتشوفش انها شويه ربما صغيره؟ واخويا المساحه هما عطاوني هذه المساحه هذه، هما كانوا عطاوني شي مساحه اخرى وكرين كما قال هذاك الحمد لله نفرجك. شي مساحه كبيره نزيد نتعمق في هذا الشيء هذا مزيان. راه مازال تبارك الله مازال عندي مناطي، هذا مكان مازال عندي مناطي. هما عطاوني مساحه، ما يمكنليش نقول لهم اودي عطيني مساحه صغيره ولا شي هذا، هما عطاوني هذه المساحه هناك بديت. بالنسبه للفكر ديالك، واش ما كتحاولش انك تطورها مثلا بحال مثلا تزيدوا مثلا القران ولا شي حاجه من ناحيتاش؟ من ناحيه القران مثلا تدير لهم شي مكتبه ديال القران. كاين كل شيء خصنا ان شاء الله، غير هاد واحد اليومين ان شاء الله غادي نصوب الفراخي، فهمتي؟ داك الشيء لو شارم ديال القصب، غنصوب لو زكروم ديال القصب، زكرمة القصب، فهمتي؟ اللي كاين القصب غادي مبني بالقصب، غادي حتى القفل غادي يكون بالقصب، ما تكونش داخله شي حاجه الحديد، فهمتي؟ فهمتي شيء. وديك الساعه راه كاين طابوريات وشبيكات ديال القصب، حتى هما خاصين بالقصب، نديروهم لداخل ونديرو فيهم القران ونديرو فيهم كل شيء. السلام عليكم، انا محمد الغزالي من مدينه فاس، تنعيش بالديار الايطاليه. جيت اليوم وتفاجات بهذا المسجد الرائع، من تصميم شي شخص من اشخاص مدينه فاس، اللي هو مصوب بالقصب وبالبامبو، ياك البامبو. ايوا وتن هاد البادره تنتشرفوا تنشكروا السيد اللي قام بها. فكره رائعه هي، حتى التصميم جا مزيان، وتيبان على ان الانسان اللي صوبها حرفي. مدينه فاس معروفه بالصناعه التقليديه، وهذا واحد الشكل من الصناعه التقليديه اللي كاينه في المدينه. مزيون مزيون، اللي هذا يصلي فيه مزيون، مزيان مزيان الحمد لله.
بيان. الحمد لله دابا الا ودنا شي هذا ندخلوا نصليو فيه مزيان مزيان الحمد لله، فيما مشينا نسيو الجوامع الحمد لله الحمد لله. حتى هذا ناس سبيل عاود داروا فيه المسجد مزيان الحمد لله الحمد لله. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.